بداية مساء الخير على جنابك وعلى جمهوركم وعلى الضيوف الكرام. رايحين للمجهول. مجهول؟ نعم. استخدام الشعراء بمثل هيك امور هو شيء خطر جدا. نعم. أنا سبق أن حددت نقطة المشكلة بين السيد مختار صدر وبين الإطار التنسيقي. نعم. اعتقد انه اليوم اليد التي يطبق بها السيد الصدر على رقبة الإطار التنسيقي نعم. لن ترتخي حتى خروج المالكي من الإطار. شلون يخرج من الإطار؟ يخرج. أول يوم طلب من هذا العامر أنه يتبرى من نور المالكي. نعم. المشكلة مع نور المالكي مشكلة يعني عقيمة حقيقة. يعني مشكلة شخصية؟ لا مو شخصية. مشكلة مع مشكلة بين تيار بين شخص أدار الحكومة مسبقا وتعامل مع التيار الصدري. نعم. هسه هو تعامل مع كل العراق ولكن احنا بدنا نحكي بالتحديد مع التيار الصدري. تعاملوا وياهم بطريقه ثانيه، حاربهم. نعم. كذا. والرجل هو لكن يفتخر دائما. نعم. لكن سيد وائل خلينا نتحدث بكل صراحه، اليوم مطالب السيد مقتدى الصدر اكبر من السيد نور المالكي، طلب بتغيير الدستور، طلب بفقرات كثيره، بتغيير النظام السياسي. انت تتحدث عن السيد المالكي لكن المطالب اليوم كبرت، والمطالب اليوم انا احكي لك يعني بصراحه كثيره وعديده. تدرجت المشكله. المشكله بدات بهذا الشكل يعني وكبرت إلى أن وصلت إلى مرحلة أن يطالب السيد الصدر بتغيير الدستور وتغيير النظام. نعم. وإذا استمر الوضع راح تكثر المطالب بعد أكثر وراح تصير أكبر. نعم. لذلك إحنا نقول أنه اليوم المطالب اللي تكلم بها السيد الصدر هي حقيقة هي مطالب الكل. نعم. هي مطالب الشعب، وأغلب الشعب العراقي هو مشخص مشكلة العراق، مشكلة الدستور بالعراق. حقيقة إحنا اليوم عندنا دستور يعني شبه ميت، الدستور العراقي. نعم. والجزئية البسيطة. نعم. اللي عايشة بالدستور العراقي ماذا يعترفون بها؟ نعم. السياسيين. نعم. يعني احنا اذا نجي على النقاط. نعم. اللي ماذا يعترف بها السياسي العراقي واللي ماذا يحترمها ماذا. نعم. يطبقها هي اكثر من النقاط اللي عليها خلاف داخل. نعم. الدستور. وهذا النظام خوب اثبت فشله يعني هسه احنا. نعم. بكل القوى السياسية اليوم المجتمع بالنظام خب فشلت في تشكيل حكومة واليوم فشلت حتى في أنه تختلف يعني فوصلوا إلى مرحلة لا راح يتوافقون. انسداد سياسي. انسداد تام. عقيم. تام ما إلى أي حل. نعم. ما إلى أي حل يعني ما إلى حل غير أنه شنو الحل؟ العقلاء يوصلون إلى فد نقطة حوار. وين النقطة؟ هسا ما أعرف هسا يجوز. لا النقطة وين يعني مثلا من وين يبدون النقطة أنت تتحدث يعني عن نقطة حوار يجلسون على طاولة ويتحاورون الإطار والتيار أو ينقسم التنسيقي ويذهب مع يعني والله ما نعرف مع التيار يعني هسا وين على مطالب الصدر إذا نقرأ المطالب اليوم اللي قالها الصدر للعامري أول نقطة يريدها للحوار هو إخراج المالك. إخراج المالك إذا الرجل مستعد للحوار شرط انه ما يكون معكم المالكي، طلعوا المالكي وتعالوا نقعد نتحاور. نعم. نعم. ونشوف شلون نوصل لباقي المطالب. نعم. لكن هو راد الفتح يطلع مو راد المالكي يطلع، يعني طلب من السيد هذا العامري انه يخرج من الاطار التنسيقي. على اعتبار انه كان يتحدث مع السيد العامري. نعم. فقط. نعم. ولو كل. نعم. الباقين. نعم. بالاطار متحدثين مع السيد الصدر كان قال لهم اتركوا المالكي. نعم. ولكن لانه الكلام كان مع السيد العامري حصرا. نعم. طلب من عنده انه يتبرى. حقيقه هذه ارجع واقول لك مشاكل يعني من سنين طويلة. نعم. تتفاقم.